السلام عليكم، شكرا لاستضافتنا. أنا محمد المفلح، مدير الإنتاج المنتجات بلاك بيري بالشرق الأوسط. شكرا لاستضافتنا، حاب أشارككم وأوصلكم معلومات عن مستقبل النظام التشغيلي من بلاك بيري. للتنبيه، هذا الجهاز جهاز تجريبي بنسميه ديف ألفا، زودناه للمطورين لتزويدهم بالتولز مشان تطوير تطبيقات تتناسب مع جهاز تشغيلي بلاك بيري 10. أعطيكم نبذة أو ديمو عن الجهاز. الجهاز اللي راح ينطلق، أول جهاز راح يكون كامل اللمس، شاشة اللمس. فعلى سبيل المثال هلأ أنا بحاول أعمل أني أفتح الشاشة، فعندي أنا بتحكم في الشاشة بأصبعي، كيف بفتح الشاشة أو أدي بدي أفتح من الشاشة أو أطلع على المعلومات. فتحت الشاشة هالآن، فهذه المنطقة بنسميها الأكتف فريم أو المالتي تاسكينج، اللي هي المنطقة اللي فيها كل البرامج أو التطبيقات اللي أنا بحاجتها بشكل متواصل. بإمكاني أفتح أبتو يعني حوالي 8 تطبيقات في نفس الوقت، 4 الفوق وفي 4 كمان. في عندي برنامج أنا فاتحه، برنامج الجو. إذا بطلع على برنامج الجو هذا، خلال وأنا بطلع على الجو بإمكاني إذا أجاني بي بي أم أو إيميل أو مكالمة، فرح يشعل عندي الضوء الأحمر البلاك بيري ليد. ففي إمكاني أخذ نظرة، بأعمل سوايب أب واشوف شو اللي اجاني ايميل او 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 اجاني بريد الكتروني او ممكن تكون بي بي ام، ونفس الوقت اطلع على هذا المركز بنسميه البلاك بيري هاب اللي بتجمع فيه كل المناقشات او كل المعلومات او كل الكونفرزيشن اللي ممكن تيجيني. ممكن يكون بريد الكتروني، ممكن يكون بي بي ام، ممكن يكون فيسبوك او تويتر، او ممكن اي معلومات كلها بتتجمع هنا. بامكاني ارجع للبرنامج او بامكاني اروح على البلاك بيري هاب. في نفس الوقت هناك بنسميه الهب، الهب اللي هي في انا البرامج اللي انا بطلقها، كل النوتيفيكيشن او التنبيهات، التكست مسجز، الجيميل، في نفس الوقت اللي بتكون كلها بتتجمع في مكان واحد. كل المعلومات ها بتزود المعلومات اللي بدي اياها من برنامج لبرنامج بدون الخروج من برنامج وانطلاق برنامج اخر لتكميل الاكشنز اللي انا بدي اياها. خلينا نتطلع على الاب وورلد او المتجر التجاري. المتجر التجاري طورنا بطريقة سلسة اللي يعطي المستخدم اكسس للمعلومات، يعطيه على شو على المعلومات على التطبيق بدون تحميله او تنزيله. اذا بدي افتح على سبيل المثال انا برنامج او تطبيق، فتحت على بلومبرج، بعطيني معلومات عنه، بعطيني ديتيلز قبل ما انزله، بعطيني ريفيوز ايش العالم تكلمت عنه قبل ما انزله. بامكاني وانا خلال في التطبيق اروح واشارك او ابعته لبي بي ام يوزر ويعطيني واختار هذا الشخص وابعث له اياه بدون ما اخرج من المكان اللي انا فيه، زي ما كمان لاحظنا ده. نفس الوقت عندنا كمان طورنا البي بي ام بطريقة انه يعطيني تصميم اخر وجديد اللي بعطيني كيف اكسس للتشات، كيف بعطيني المعلومات على الكونتاكتس اللي عندي بنفس المكان اللي انا فيه، بعطيني ابديتس او بعطيني كل التغيرات اللي عملوها للكونتاكتس تبعوني من نفس المكان. كما تحدثت بقدر اعمل البيك او النظرة واروح على البلاك بيري هاب اللي فيه كل المركز اللي بتيجي فيه كل المعلومات. فيتشر تاني او مهم جدا نتطلع فيه اللي هو الكيبورد او المفتاح اللوحي، طورناه بطريقة ذكية جدا اللي يعطي المستخدم سرعة بالطباعة وبالاكيرسي بدون اغلاط. على سبيل المثال اذا انا ببلش اكتب على الكيبورد، لما بكتبت حرف الاي بعطيني بريدكشن مثلا اي ام فوق الحرف اللي هو اللي انا بدي اكتبه حسب الكلمة. اذا قررت بدي اختار اي ام بس بعمل فليك او بعمل السوايب او مسح لإلها بتطلع في المكان اللي انا بدي اكتبه. اي ام جوينج بس بختار الكلمة اللي بدي اياها، ام جوينج باك تو. كما لاحظتوا انه كيف انا تعطيني الكلمات اللي بدي اكتبها، فبيفكر في المنطق اللي انا بدي اكتبه. اذا قررت بدي اكتب بالعربي انا بقدر احول المفتاح اللوحي للعربي في نفس المنطق. اذا بكتب انا مثلا حرف الميم بعطيني كلمات ممكن انا بدي اكتبها، على سبيل المثال مرحبا انا
إذا لاحظت ما عم بكتب أنا بس بعطيني الهاي. إذا قررت أختار حرف غير اللي من الموجود بإمكاني أختار مثلا التاء، بعطيني مرحبا أنا تاريخ أو تحقيق أو أي ممكن أي كلمة تكتبها بتناسبك، وبتضلك تكتب أنت وبضل يعطيك البريدكشنز أو مثلا إيش الكلمات اللي كنت تكتبها. فهذا كمان بالنسبة للكيبورد يعني مهم جدا انه نلاحظ هاي الشغلة. طورنا طبعا الانترنت البراوزر، اوكي، طورناه بطريقة يعطينا تسلسل وسرعة ب تصفح الانترنت. على سبيل المثال تعتبر تقنية ال HTML5 من اسرع التقنية اللي موجودة بالسوق بمقارنة مع الكومبيتيشن او مقارنة مع حتى استعمال الكمبيوتر. فهناك سرعة باستخدام ال HTML5 على البلاك بيري 10. طبعا قدمنا في بسموها التايم شيفت الكاميرا، بامكاني اخذ صورة واراسلها من نفس المكان، بسموها التايم شيفت. كما لاحظت بامكاني اخذ الصورة واطلع على صورة واغير حسب انه بتاخذ معلومات قبل وبعد، وهاي المعلومات كما لاحظنا الشخص ممكن يغير. إذا قررت أنا هاي الصورة اللي بدي إياها من نفس المكان بإمكاني أرسلها، أحطها أبعتها على البي بي أم أو البي جروب أو الإيميل، ما بخرج من مكاني بغض النظر وين أنا، دائما عندي أكسس للإيميل للبي بي أم من نفس المكان. فإحنا طورنا الذكاء بالأكسس أو استخدام البرامج بدون الدخول أو الخروج من برنامج إلى آخر بتقنية البلاك بيري 10 أو بالنظام التشغيلي بلاك بيري 10. إن شاء الله يكون بشجع الجميع أنه يلقي نظرة على الإنترنت ليأخذ معلومات أكثر عن نظام تشغيلي بلاك بيري 10. رح يكون ثورة بعالم التكنولوجيا بأي نظام تشغيلي موجود الآن أو وجد لحد الآن. شكرا كثير لكم. زي ما شفتوا قبل شوي يعني قدمنا نظرة سريعة لنظام البلاك بيري 10. طبعا زي ما أنتم شايفين صار النظام ذكي، راح ينافس الاي او اس والاندرويد ويندوز فون، طبعا يدعم عربي 100% زي ما شفتوا في الفيديو، والكيبورد حتى يدعم سلاسة الكيبورد اللي يتخيل لك الكلمات عشان تكتب بسرعة. طبعا اللي قالوا انه بينزل في 31 ميلادي عشان طبعا على كلامهم، والنظام اللي شفتوه من 80-90% هو الرسمي، يعني هو الرسمي، لكن الجهاز طبعا للمطورين، يعني مو بهو اللي بينزل للعالم عشان تشتريه. فبالتالي ما لنا الا نحتري ونشوف جديدهم، وصراحة المنافسة بتزيد والأجهزة بتكثر، بيصير المستهلك عنده خيارات كثير، خصوصا يعني يجيك جهاز بنظام ذكي زي البلاك بيري مع خدمة البلاك بيري وانتشارها في السعودية، يعني هذا شيء خطير جدا. وإن شاء الله تكون يعني أفادتكم المعلومات، ويلا يعطيكم العافية.